بسم الله الرحمن الرحيم. أخي أخيتي، من أشد الناس حاجة للإنفاق عليه؟ هل هو الجار الفقير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه؟ أم الحاجة أشد للأرملة والمسكين؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. أم الحاجة أشد لليتيم لتنفق عليه؟ قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. لكن المفاجأة أخي أخيتي أن هناك فقير أعظم منهم ينتظر إنقاذه. فإن كان الجار الفقير له بيت، فإن هذا فقير ليس له بيت. والأرملة لها إخوة وعشيرة، وهذا الفقير ليس له إخوة. والمسكين لديه قليل من المال، وهذا الفقير لا يملك قرشا واحدا. واليتيم له أم، وهذا ليس له أم ولا أب. الكل تخلى عنه، بل إنه لا يجد ما يغطي جسده العاري. أتعلم من هذا الفقير أخي أخيتي؟ إنه أنت. نعم أنت، عندما تقف على الصراط لتعبر نار جهنم وترى أمامك الكفار يتساقطون في أول الصراط، والمنافقون والعصاة، وإذا بك ترى نور الجنة ورائحتها، وإذا بالجار الفقير والأرملة والمسكين واليتيم ينقذونك بإذن الله لأنك أنفقت عليهم، فأصبحت أحوج منهم في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا صدقات توصلنا لجناتك، فنحن الفقراء إليك. ورفع الله قدر من نشر هذا المقطع، وصلى الله على من إذا صليت عليه أنزل عليك من الرحمات عشرا.